المقطع رقم 8 وده من اخطر المقاطع، ده من اخطر المقاطع اللي بتفضح الناس دي. فيه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، طعن شديد، ونحن جبناه عشان نكشف هذا الزيف والباطل والناس تعرف حقيقة الحزب الجمهوري. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى المدني قال إنما بعثت بالذبح، هذا جايكم بالذبح، فالمسلمين ذبحوا آلاف مؤلفة من الناس بقيادة النبي وبقيادة الصحابة وبقيادة التابعين. ده أخواننا منتهى الانحطاط واجتزاء الحقائق والكذب. طيب أول حاجة، الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لمنه؟ الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لمعشر قريش، قال يا معشر قريش أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. طيب يا قراي يا بقلبي مرهف يا ودي يا حساس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قريش ديل عملوا شنو؟ قريش ديل أول حاجة كفروا بالله، ودي ما بيتهم القراي. نمرة اثنين، طعنوا في القرآن، وقرينا لك الآيات من سورة المدثر، ودي ما بتهم القراي. نمرة ثلاثة، عذبوا المسلمين. أبو جهل يجي لسمية بنت الخياط يطعنها في فرجها لما تموت، ويشيل بلال، يشيلوا بلال يخدوه في الرمضاء بتاعت مكة والصحاري والصخور ويرفعوا فوق الصخور، ويهجرون من بلادهم التي نشأوا فيها، هاجروا هجرتين، واحدة للحبشة واحدة والثانية الهجرة الكبيرة للمدينة، امرقوهم من بلادهم ويكتلوهم ويقطعوا دماءهم بالصياط، لحد ما يجي خباب بن الأرد يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، بلغوا مبلغ عظيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيجعل في حفرة فيؤتى بالمئشار فيجعل في رأسه حتى يفرق فرقتين ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه. عرفته؟ انت تجي تطعن ده ما من حقهم؟ ده ناس قريش، ناس قريش قاطعوا المسلمين، عملوا عليهم حرب اقتصادية. يا اخي انت الليلة بتقول المساواة بين الاديان وحرية الاديان، من ناحية من منهج جمهوري ليبرالي كده، ما من حق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لدعوتهم مع حرية عقيدة. من ناحية المساواة للمنابر، النبي صلى الله عليه وسلم ما من حقه يمشي مكة ويتكلم في القرآن، أبو بكر الصديق يمرقوا في صحيح البخاري يقول له آزيتنا بالقرآن. عرفته؟ وين حقوق المرأة؟ مرأة بيقتلوها يا قراي، وين حقوق المرأة؟ المساواة وينها؟ سمية رضي الله عنها عندك مرأة محترمة؟ عرفته؟ قال كتلوا آلاف المسلمين، ده الناس معتدين. ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم شنو؟ ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن يا اخواننا نازل ضاقت نفوسهم بالحدود الشرعية وبالجهاد في سبيل الله. فتح مكة سببه شنو؟ العهد بعد ما حصل في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين جغدروا، لحد ما جاء يعني عمرو بن سالم الخزاعي وجاب قصيدة يستنصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي إني ناشد محمدا، كتلون بالليل، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير سجدا، وقد هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم.
عرفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده آداب في الجهاد، بيقول لهم اغزوا باسم الله، من كفر بالله ولا تقتلوا ولدا وليدا ولا امرأة، رأى امرأة مقتولة فقال من صنع هذا ألم أنهى عن هذا؟ قيل له هو خالد رضي الله عنه، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. جهاده رحمة عليه الصلاة والسلام. يا أخي خليك من كلام الكفار ونجيب لك كلام العظماء. 100 الأيام دي قبل أيام أسبوع بايدن رئيس أمريكا الكافر ما استدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره. بايدن بيقى كوز ولا جنو؟ يا قرائي ما بتخاف الله؟ تطعن في دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي حاجة جابها النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنفتخر بها، وأي حاجة جابها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم دي فيها الهداية والخير والأمن والمجتمع بيبقى تمام. عرفته؟ قطع يد السارق ده من الحدود نعمله. جاء واحد زي القرائي زمان قال يد في 10 مئين في 5 مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بالله ربنا من النار. بيعترض قال اليد دي لو زولت لفة من غير وجه حق 500 دينار ذهب، ولو سرق بيقطعوها له. ردوا عليه والعلماء قال له لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. عرفتها؟ دي القرآن ودي الحدود ودي شريعة ربنا سبحانه وتعالى، شريعة كاملة، شريعة ليس فيها نقص، شريعة يقتدي بها العاقل وتكون له الكمال الإنساني. الدين والقرآن والسنة فيها رفعة البشر وفيها الرقي وفيها الحضارة وفيها التقدم وفيها الإصلاح وفيها النور وفيها الهداية وفيها الخروج من المشاكل ومن الفتن ومن الغلاء ومن البلاء ومن الوباء، إذا رجع الناس إلى رب العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه وجميع الحاضرين. جزاكم الله خير، بارك الله.